بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مع كتاب الله وفي سورة آل عمران يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صفات متتالية لله سبحانه وتعالى تدل على حقائق نعيشها ونراها في أنفسنا، فهي من ناحية أدب مع الله في التبري من الحول والقوة ونسبة الحول والقوة له وحده سبحانه، ومن ناحية أخرى إظهار لنعم الله علينا ولمنته علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تولج الليل في النهار من غير اختلاط بين الليل والنهار، يدخل هذا في هذا بيسر وسهولة، ودي بإيد حد. طب مش يعني الحكاية مظبوطة قوي؟ والشمس والقمر بحسبان. طب ودي ما هيش نعمة؟ نعمة. طب أنا مش مصدق إنها نعمة. فراح جعل اضطرابا فوق خط الأربعين، خط 40 للعرض، ما هو خط الاستوى صفر وخطوط العرض تفضل لغاية 90، بعد خط 40 يبدأ الحكاية تضطرب والنهار يوسع والليل يضيق، ويبقى ما بين العشاء والفجر 4 ساعات 3 ساعات. فوق 67 تختفي العلامات، فوق خط 67 وشوية و13 درجة تختفي العلامات. ويبعتون يقول نصلي ازاي؟ ده لنا نهار ونهارنا ليل. الله، ومن نقول الحمد لله؟ الحمد لله. عرفت دلوقتي انه الحمد لله؟ طب وبتناموا ازاي؟ قال لا، ده احنا في ستاير سودة وبنعمل وكذا. طب وانتوا في حد وعايشين هناك ليه؟ قال ده في ناس عايشين فوقينا بس عندهم تخلف عقل. ازاي؟ قال البرد جمد لمخاخه، فتلقاهم مأنفدين كده اهو وماشيين مساكين قبائل رحل زي البدو، بس الصحراء تلج. يعني هي صحراء بس تلج. ومده تقول عليه ايه؟ الحمد لله. يعني ربنا خلقهم ليه؟ ما عشان تحمد نعمته عليك. ما اصل وكان الانسان اكثر شيء جدل، ما هو يوري له بعض الاشياء كده، وبعض الاشياء يطالب عقلك ان تفهمها، فبيوريك اهو لو اختلت العلامات تعمل ايه؟ المعيشة مش هتبقى حلوة، مش هتبقى متنظمة كده. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت. سبحان الله. البيضة لما تاخدها تطقشها كده تطلع فيها صفار وبياض وحاجة، ما لا صوت ولا حركة ولا أي حاجة، تقليها تاكلها مفيش، ولا نطقت ولا تنطق، تسلقها كذلك. طيب تعالى بقى خليها شوية كده تحت الفرخ، قمت تلاقيها بتكاك. الله، هو في ايه؟ وطلع الكتكوت من القشر
هو ايه؟ تخرج الحية من الميت وتخرج الميتة من الحي. شخص بيننا وبينه أبويا اللي بيصرف علينا واللي بيحمينا واللي بيعلمنا ما لقاهوش. أمي اللي رضعتني وهننتني وعملت وكذا ما لقاهاش. ألاقي قدامي جثمان والروح طلعت؟ وتخرج الميتة من الحي. يصعب على الواحد. إن العين لا تحزن، إن العين لا تدمع، وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ما هو سيدنا إبراهيم ابن سيدنا رسول الله بيجري قدامه كده ابنه، وبعدين يلاقيه فاضت روح. هو صاحب هذه الأرواح وهذه الأجساد، وترزق من تشاء بغير حساب. مش الفلوس بس والنقود، لا، والأبناء. يرزق من يشاء ويقدر على من يشاء، ويرزق دول بنات يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى. بل يمكن بعضهم ما يتجوز أصل، فيفعل هذا وهذا 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 وكل حاجة. وترزق من تشاء بغير حساب. إذن فهي صفات نخاطب بها ربنا تعظيما لشأنه جل جلاله، ونسأله دوام النعمة بها، ونتأدب معه في الدعاء، وهي حقائق تدل على مسار الحياة وكيف نسير فيها، وحقائق تدل على تعظيم نعمة الله في أنفسنا بما يستوجب الشكر والحمد له سبحانه وتعالى على كل حال. أدي إيه معنى هذه الآيات؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. جل جلال الله. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.